إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وإن خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح، والإمام أحمد في المسند، والترمذي في السنن وغيره، عن صهيب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان ملك في من كان قبلكم، وكان له ساحر فكبر الساحر، فقال للملك: إني قد كبرت، فابعث إلي غلاما أعلمه السحر. قال: فبعث إليه غلاما، فكان في طريقه إذا سلك إلى الساحر راهب، فقعد إليه فأعجبه كلامه، فكان إذا أتى الساحر مر بالراهب فقعد إليه فيضربه الساحر، فشكى إلى الراهب فقال له: إذا خشيت الساحر فقل حبسني أهلي، وإذا خشيت أهلك فقل حبسني الساحر. فبينما هو كذلك إذ مر بدابة عظيمة لم يستطع الناس معها المرور، فأخذ حجرا وقال: اليوم أعلم الساحر أفضل أم الراهب. فقال: اللهم إن كان الراهب أحب إليك من الساحر فاقتل هذه الدابة حتى يمضي الناس. فرماها بالحجر فقتلها ومضى الناس. فجاء إلى الراهب فأخبره، فقال: أي بني، إنك اليوم أفضل مني، وقد بلغ من أمرك ما ترى، وإنك ستبتلى فلا تدل علي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فكان يبرئ الأكمه والأبرص ويداوي الناس من سائر الأدواء. فسمع به جليس للملك كان قد عمي، فجاءه بهدايا كثيرة، فقال: ما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني. قال: إني لا أشفي أحدا، وإنما يشفي الله، فإن أنت آمنت بالله دعوت الله فشفاك. قال: فآمن بالله فدعا الله فشفاه الله. فأتى الملك فجلس إليه كما كان يجلس، أي هذا الرجل، فقال: من رد عليك بصرك؟ قال: ربي. قال: ولك رب غيري؟ قال: ربي وربك الله. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الغلام. فجيء بالغلام فقال له الملك: أي بني، قد بلغ من سحرك ما تبرئ الأكمه والأبرص وتفعل وتفعل،
فقال: إني لا أشفي أحداً وإنما يشفي الله. قال: فأخذه فلم يزل يعذبه حتى دل على الراهب، فجيء بالراهب فقيل له: ارجع عن دينك، فأبى فدعا بالمئشار، وهو معنى المنشار، فوضع في مفرق رأسه فشقه حتى وقع شقاه، ثم دعي بجليس الملك فقال له: ارجع عن دينك، فأبى فوضع المئشار في مفرق رأسه فشقه به حتى وقع شقاه، ثم دعي الغلام فقال له: ارجع عن دينك، فأبى فدفعه إلى بعض أصحابه، قال له: اذهب به إلى جبل كذا وكذا، اذهبوا به إلى جبل كذا وكذا، فاصعدوا به الجبل، فإذا بلغتم ذروته، أي هو أعلى ما في الجبل، فإن رجع عن دينه وإلا فاطرحوه. فذهبوا به إلى الجبل، فقال الغلام: اللهم أكفنيهم بما شئت، فرجف بهم الجبل وسقطوا. وجاء الغلام إلى الملك فقال: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. فدفعه إلى نفر من أصحابه فقال: اذهبوا به فاحملوه في قرقور، وهو سفينة صغيرة، فتوسطوا به البحر، فإن رجع عن دينه وإلا فاقذفوه. فذهبوا به فقال: اللهم أكفنيهم بما شئت، فأغرقهم الله ونجى الغلام. فقال له الملك: ما فعل أصحابك؟ قال: كفانيهم الله. ثم قال للملك: إنك لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. قال: وما هو؟ قال: تجمع الناس في صعيد واحد، وتصلبني في جذع، ثم خذ سهما من كنانتي، ثم ضع السهم في كبد القوس، ثم قل: بسم الله رب الغلام، ثم ارمني به، فإنك إن فعلت ذلك قتلتني. قال: فجمع الناس في صعيد واحد، وصلبه في جذع، وأخذ سهما من كنانته، وقال: بسم الله رب الغلام، فرماه، فوقع السهم في صدغه. قال: فوضع الغلام يده في صدغه في موضع السهم فمات. فقال الناس: آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام، آمنا برب الغلام. فأتي الملك فقيل له: إن الذي كنت تحذر قد وقع، قد آمن الناس. قال: فأمر بالأخدود في أفواه السكك فخدت وأضرم النيران، ثم قال لهم لأعوانه: من لم يرجع عن دينه فأقحموه فيها، فأحموه فيها، أو قيل له اقتحم. حتى جاءت امرأة ومعها صبي لها، فتقاعست أن تقع فيها، فقال لها الصبي: يا أمة اصبري فإنك على الحق. هذا الحديث العظيم أورده الإمام مسلم رحمه الله في الصحيح في كتاب الزهد والرقائق، وأورده النووي رحمه الله في رياض الصالحين في باب الصبر. وهذه أول فائدة من فوائد هذا الحديث، أن يتعلم الإنسان الصبر. قال العلماء: والصبر على ثلاثة أقسام: الصبر على طاعة الله، أن يصبر الإنسان ويحبس نفسه على أداء الصلوات وأداء الفروض واجتناب وطاعة الله سبحانه وتعالى. ثانياً، أن يصبر نفسه عن محارم الله فيجتنبها
ولا يقع فيها، وثالثا هو الصبر على أقدار الله المؤلمة، فإن الله جل وعلا قد يبتليك ليختبرك أو ليرفع درجتك أو ليكفر خطيئتك، فلا يعني أن الله ابتلاك بالمرض أو ابتلاك بالفقر أو ابتلاك بفقد العزيز أن الله عز وجل يبغضك، بل كما قال الله عز وجل: وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. أيضا من فوائد هذا الحديث نمر عليها سريعا إثبات كرامات الأولياء والصالحين، فإن لأولياء الله جل وعلا الذين ذكرهم الله في كتابه بقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم كرامات. وقد قال العلماء: الكرامة هي أمر خارق للعادة يجريه الله جل وعلا على يد ولي من أوليائه إظهاراً لكرامة هذا الولي ولمكانته ونصرة لدينه تبارك وتعالى. فهذه هي الكرامة، شيء خارق للعادة ليس خارقا للدين. الكرامة ليست مخالفة للشريعة، وإنما شيء لم يعتد عليه الناس ولا يستطيع الإنسان العادي أن يأتي به، وإنما يجريه الله جل وعلا على يد ولي من أوليائه، إما رفعة لمكانة هذا الولي أو لنصرة الدين كما وقع في قصة هذا الغلام. فإن الله جل وعلا أكرمه باستجابة الدعاء، فاستجاب الله دعاءه فقتل الدابة، واستجاب الله دعاءه فكفاه شر الذين يريدون أن يلقوه من على الجبل، وكفاه الله تبارك وتعالى الذين يريدون إغراقه، فكل هذا من الكرامات، وفي هذا من النصرة لدين الله تبارك وتعالى. وكذلك من كراماته أن الله جل وعلا يبرئ الأكمه والأبرص على يديه، والأكمه هو الذي ولد لا يرى لا يبصر، فجعل الله ذلك على يديه يدعو الله ويرفع يديه إلى باريه تبارك وتعالى فتجري هذه الكرامة. والكرامة أيضا لا تكون بيد الولي يفعلها متى شاء وكيف ما شاء، وإنما تكون عند الحاجة. هذه هي الكرامات، لا ما نقرأها اليوم في كثير من الكتب التي تنسب إلى الدين وتحسب على الإسلام. إذا قرأت في الكتب يقول لك من الكرامات أن الولي أعطاه الله الدرجة الكونية بحيث يقول للشيء كن فيكون، موجود في كتب وتطبع الآن في السودان وتدرس في الجامعات، يقال أن من كرامة الولي الفلاني المدفون في أم مرح أن الله جل وعلا وكل إليه أمر الكون 33 سنة فما نقص منه جناح بعوضة. ليس هذا من الكرامات، وإنما هذا من الكفر بالله ومن الخروج عن الدين وعن الإسلام، ليس هذا من الكرامات. والولي أخواننا الكرامة ما موجودة في جيبه، يخرجها متى شاء، ثم يأتي إلى الناس ويقول لهم: أنا ولي وأنا عندي كرامات وأنا أتحدى بها وأفعل وأفعل، ليأتي الناس ويدفع إليه الأموال ويعتقدوا فيه أنه ينفع ويضر مع الله جل وعلا. ولذلك غر الشيطان كثيرا من الناس فوقعوا في الشرك بالله بسبب هذه الكرامات المزعومة التي ليست هي الكرامات الشرعية. فإن الكرامة الشرعية، الكرامة الشرعية يثبتها المؤمنون والسلفيون، وأن الكرامة الشرعية
سببها طاعة الله جل وعلا. ما ممكن يا أخواننا يكون ذو الولي وعنده كرامات وهو إنسان بيدعو الناس يدعو من دون الله، مخالف للقرآن والسنة، فلا يمكن أن تكون هذه من الكرامة. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين وخاتم المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وفي أيضا من الفوائد أن الصالح لا يعلق الناس به، وإنما يعلق الناس بالله. ولذلك لما جاء جليس الملك وقال له ما هاهنا أجمع، يعني جاوب القروش عشان يظن، عشان يرجع بصره، قال له الهدايا دي كلها لك. فالصالح لا يطمع في دنيا الناس. قال له إنما هاهنا لك أجمع إن أنت شفيتني، ما قال له أمرك مقضي، وإنما صحح له العقيدة أولا وقال إني لا أشفي أحدا، شفاء ما عندي. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رقى على أحد أو رقى على نفسه قال اللهم رب الناس أذهب الباس، أشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، وفي لفظ لا شافي إلا أنت. ينسب الشفاء إلى الله كما قال إبراهيم عليه السلام وإذا مرضت فهو يشفين، أي لا يشفيني إلا الله سبحانه وتعالى. قال إني لا أشفي أحدا وإنما الذي يشفي هو الله سبحانه وتعالى. فما أحوجنا إلى أن نتعلق بالله وأن نعلق الأمة بالله بربها تبارك وتعالى. وفي أيضا من الفوائد كما قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله أن الله جل وعلا يجيب دعوة المضطر. مضطر ركب الجبل ودارين يقتلوا، فقال اللهم اكفنيهم بما شئت. فإذا أصلح الإنسان ما بينه وبين الله وجعل عقيدته في الله وتوكله على الله وأمره إلى الله، لم يعلق هذا الغلام، لم يعلق ورقة عشان تحفظه، وإنما سأل الله فاستجاب الله دعاه وهو مضطر، كما قال الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون. ذم الله قوما أنهم إذا أصابهم البلاء لا يتضرعون إلى الله ولا يتذللون إليه ولا يسألونه ولا يزيدهم هذا البلاء إلا بعدا من الله. المؤمن ليس هذا حاله، وإنما كلما ابتلاه الله تقرب إلى الله جل وعلا واستكان لربه وتضرع إلى مولاه وباريه. نسأل الله تبارك وتعالى أن يرفع عنا الفتن والمصائب إنه أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أعنتنا ويسرتها على قضائنا يا أرحم الراحمين. اللهم اعصم دماءنا ودماء المسلمين، اللهم أصلح ذات بيننا وأصلحنا وأئمتنا وولاة أمورنا يا رب العالمين. اللهم وفرج عنا ما نحن فيه يا رب العالمين. اللهم صب علينا الخير صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، أنت ولي ذلك والقادر عليه. وقوموا إلى الصلاة يرحمكم الله.